إذا كنت عايز تقول عليها شاطرة شاطرة، ذكية ذكية، حلوة حلوة. ساندرا، هلو، هاو يو ساندرا؟ عملتي بقى البلوة السود ملاكي اسكندرية. أنا خالد كل ما افتكر دي في المشهد ده مثلا ما كنتش عارفة هعمل ايه. خدت كلمة منتصر. الفجورة بقى اللي اسمها حرامية في كيجي. مها دي كانت أشقى واحدة وأكتر واحدة ما تسمعش الكلام. جر يا بنت. عندك الفخدة الكبيرة. قعدت فيه كام سنة المصلحة تخبرني؟ عمر الشريف هيعمل معايا دور الشيخ العرب. مسجون ترانزيت. نور الشريف. عارف العدسة وعارف الزاوية. هو مش طبيعي في كل حاجة. بتحبي مصر يا علي؟ جاية من عند الشعب فجايبة صوت الشعب معاها. يا رب يروق لنا العسر يا رب. أنا نفسي أعرف الناس دلوقتي بتفكر إزاي. اللي كان مسيطر علينا هي جملة محمد طاهر خليك فاكر مصر جميلة. صاحبة السعادة الثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.